مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اريج والناس. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الدين والشباب مع ضيفي اللي نورني وشرفني النهاردة، الاستاذ حمدي علام صاحب شركة علام للاستثمار. اهلا بحضرتك استاذ حمدي، نورتني وشرفتني النهاردة. نور لنا، وبحب احيي رئيس القناة وبحب احيي المصورين والناس اللي عاملين على الموضوع. عايز اسال حضرتك، هل السوشيال ميديا سبب او ليه سبب من اسباب انحراف الشباب؟ اكيد، لانها بتبث معلومات ربما تكون خاطئه او تكون بتؤدي الى انحراف فكري. والمفترض من الازهر الشريف ان هو ينتقي بعض النصوص في بعض المجلدات الكبيرة اللي معروضة حاليا في المكاتب، فيها أفكار لا تتوافق مع العصر الحالي اللي احنا فيه. فالسوشيال ميديا ربما اللي وضع المعلومات دي ما كانش حريص أو دقيق إن هو يضعها ليحتوي فكر الشباب، فأدى بالشباب إلى انحراف فكري، وممكن نلاقي الشباب في طريق تاني زي الطريق في إرهاب الناس أو ترهيب الناس في حاجات كتيرة يعني. طب ممكن تقولي مثلا ايه الحاجات او ايه الاسباب اللي بتؤدي الى انحراف الشباب؟ في اسباب في تؤدي الى أسباب انحراف كثيرة، الشباب؟ منها الفقر. تمام. الفقر يؤدي إلى انحراف الشباب، لأن الجماعات الإرهابية هي بتجذب الشاب بأنه بتلعب له على وتر المادة أولاً، او في هناك شباب كان بيمر بحاله عاطفيه وفشلت الحاله دي، فما بلاقيش نفسه الا في شيء معين ان هو يظهر فيه نفسه. فده من الاسباب اللي هي بتؤدي من الشباب ان هم ينقطبوا الى الجماعات الارهابيه. طب ايه اللي بيخلي ايه اللي بيخلي الشباب يتعاون مع الجماعات الارهابيه تحت مسمى الاستشهاد؟ اللي بيجبر الشاب ان هو يتعامل مع الجماعات الارهابيه مثلا تحت مسمى الاستشهاد الموضوع اكبر مما تتخيلي. الموضوع قديم مش حديث يعني. الموضوع اكبر بكتير مما يتحدث اي حد. الموضوع ان هو في مجلدات وضعت في مكاتب الازهر الشريف بها نصوص طرد من علماء الأزهر تنقية هذه النصوص، لأن عقل الشباب في العصر الحديث بيأخذ برؤوس أقلام، ما بيغص في النص، فأنت لازم توضح له ذلك. فده اللي بيؤدي إلى انقضاض الشباب للجماعات الإرهابية وأي جماعة أخرى. انحراف فكري، ربما نشأ في بيئة متشددة، أو نشأ في بيت ما فيش أب بيسمع، الأسرة متجاهلة هذا الشاب. وإن كان الشباب في مراحل معينة لابد من الآباء والأمهات إن هم ينتبهوا لها، وهي مرحلة من سن 15 سنة لسن 20 سنة لأنه بكون فكره. طب الجماعات الإرهابية دي بتغسل دماغ الشباب إزاي وبتقنعهم إزاي إن هم يدخلوا معاهم في نفس الجماعة؟ بيقنعوهم مثلا إن هم تحت مسمى الاستشهاد وان ده حاجة مش حرام، وازاي الاستشهاد الشهادة بحد ذاتها بعيدة عن الكلام ده يعني. هو داعش او اي جماعة اخرى تحت مسمى الدين، لا، الدين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين سمح، دين السلام، انتشر بالكلمة ما انتشرش بالسيف. هنا الناس لازم تفرق. هنا هم اخذوا ايات الجهاد وحرفوها زي ما هم عاوزين يوصلوا للشباب ذلك، فانقضب اليهم كثير من الشباب، ومنهم متعلمين ومنهم مهندسين ودكاتره ودكاتره الجامعه يعني. طب هم يعني الجماعه الارهابيه بيسيطروا على عقل الشباب من ناحيه المنطق والعقل، ولا من ناحيه ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي مثلا الجماعه الارهابيين بيسيطروا على عقل الشباب مثلا ويدخلوهم معاهم مثلا في نفس الجماعه بتاعتهم؟ لا، الجماعات الارهابيه بتلعب على العقليه اللي امامها،
لو كنت انت مثلا هو في مجال هندسة او في مجال طب او في مجال جامعي، هو بيتحدث معاه من منطلق ده وبخش له من منطلق ده وبيحاول ان هو يجذبه له باشياء كثيرة، يعني ممكن منها من ضمنها المال، والمال يعني ديت بيقنعوهم بفلوس و بفلوسه، ممكن عن طريق النساء وممكن عن طريق حاجات اخرى، يعني ان هو بياخده من المكان ديت او مش لاقي طموحه في المكان ده، فبياخده من المكان ده يعمله في مكان معين فيؤدي بيه ان هو يبقى مشهور او منتشر، وده فكر خاطئ اصلا، ان الاسلام ما انتشرش بكده. طب والجماعة الإرهابية بتختار، يعني مثلا بتختار شباب معينة، ولا هي بتختار مثلا الشباب مثلا اللي عندهم اضطراب نفسي؟ لا، هي في شباب ماشي اضطراب نفسي، اللي هم ممكن يقتل نفسه، بتغسل دماغ بيعمل الشباب، عملية انتحارية، بيعمل غسيل مخ للشاب نفسه ازاي؟ بيعمل له غسيل مخ. انت لو قعدت مع شخص لمدة ساعة واستمرت في الحديث عن شيء معين، هو بيلتقط منك من الكلام اللي انت تحدثت بيه شيء فبيطلع ينفذه. هم بيلعبوا لهم على وتر الفقر اللي المجتمع مع الأسف مازال في شريحة كبيرة من الفقراء في مجتمعنا الإسلامي، وبيلعبوا لهم على وتر عدم الطموح. الشباب الآن السوشيال ميديا أدت بيهم، أو الأخبار السيئة أدت بيهم إلى انعدام الطموح عندهم، فأدى بيهم إن هم بيلجأوا لأي شيء يفرغوا فيه الطاقة دي. طب التواصل الاجتماعي او مواقع التواصل الاجتماعي ليها سبب مثلا في الدخول مع الجماعة، او التشجيع في الدخول مع الجماعة الإرهابية؟ التواصل الاجتماعي او مواقع التواصل الاجتماعي بيبقى ليها سبب في كده؟ أكيد، لأنها هي لغة العصر، يعني هو أكيد هي لغة العصر. أنت كنت الأول بتحاربي شيخ على منبر، بتحاربي داعية إسلامي منحرف، بتحاربي كذا، دلوقتي لأ، هو ممكن يبثله المادة دي عن عن طريق طريق السوشيال السوشيال ميديا ميديا. وبيذبه، لأن هو الشباب حاليا خالي معلومات أو خالي ثقافة. فممكن يعمل غسيل مخ للشباب نفسه من خلال السوشيال ميديا ما ومواقع هو التواصل الاجتماعي. ايه اسباب ان هو بيسمع له؟ بيسمع له لان هو الاناء بتاعه ما فيش حاجه خالي، فهو بيسمع له، هو عاوز يجمع معلومات فبيجمعها معلومات خاطئه، ودي دور علماء الازهر ودور الدوله ان هي تؤدي بالتوعيه هنا، وان هي تبث وتعمل برامج ان هي تبث المعلومات الصحيحه وتصحح بعض النصوص اللي ادت الى انحراف الشباب وانقضابهم للجماعات الارهابيه وغيرها. طب وانت تنصح الشباب بايه مثلا، ان هم ما يقعوش او في المصيدة اللي هي الانضمام مثلا لجماعة الارهابيين، تنصحهم بايه؟ تنصح الشباب انا ما بايه؟ انصحش الشباب بنفسهم، انا انصح اولا الاسره. الاب المفروض هو رب الاسره، المفروض هو بيقوم على التربيه ديت، المفروض يتابع ابنه، يعني يتابعه السن المعين، يعني ممكن وصله لسن 20 سنه بسلام، بعد كده سيبه في الأب بيبقى المجتمع ليه دور هيبدا طبعا، يكون الأسرة فكره. ليها دور في إنشاء إنشاء طفل مثلا كويس، بيبقى ليها دور كبير. انت هاتيلي حد نشأ في بيئة كويسة او بأب كويس وطلع ان هو ممكن تلاقيه مع جماعات، الا هو مريض نفسيا، بقى هنا بقى نتكلم في ان هو يكون مريض نفسيا فراح للجماعات ديت عشان يثبت ذاته زي ما قلت لك. اما هي بداية التربية، يعني ممكن تديها 70% تربية في البيت. تربية عن ايه بقى؟ هو يوصل له الدين الصحيح، يوصل له ان الاسلام ده مش دين دم، لا، الاسلام دين كلمه، دين سماحه، ابتسامه. ومن الشباب على فكره، يعني في نماذج من الشباب في الاسلام كانت يعني مشهوره جدا. زي ايه؟ سيدنا اسامه بن زيد كان قائد، اصغر قائد في الاسلام، وده النبي صلى الله عليه وسلم ولاه قياده الجيش للغزو على الروم، يعني هو كان اصغر قائد، بس كان على دراية وعلى ثقافة دينية. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة بيربي في الصحابة، ما شاء الله. بيربيهم على إيه بقى؟ على الأخلاق.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حتى بيقول يعني ربنا أرسله ليتمم مكارم الأخلاق، تمام؟ فهي أهم حاجة الأخلاق. أنت كونتي الأخلاق عند الطفل ده وعند الشاب، زي محدش مثلا هيعرف يلعب بدماغه. أنت يعني الأطفال كلها حاليا بتلعب بابجي اللي هي اللعبة المشهورة جدا يعني، طبعا فهي هو بيبث عنده أشبع الروح عنده بالقتال، بأن هو يشوف دماء فآلفها بقى مألوفة بالنسبة له، فبتأدي فيه بيه بعد كده الانحراف، أو بتأدي بيه إن هو عاوز يفرغ الطاقة ديت اللي هو مخزنها. طب انا يعني انا شايفه من الحوار بتاع حضرتك ان البطاله ليها سبب كبير جدا في انحراف الشباب. أكيد طبعا. هو أنت ازاي بقى؟ دلوقتي احنا لو في مجتمع إن أنت لو منحت عنك مثلا ما معكيش فلوس تشتري بيها الحاجة دي، عندك احتياجات يومية، ومش تمام؟ لاقي الاحتياجات مش بتاعتك، لاقي الاحتياجات، فأي حد من السهل ان هو يدخلك في طريق غلط. ايوه، وان كنت حصلت على شهادات ودرست في الدوله اللي انت فيها وخدت شهادات عاليه، ولكن ادت بيكي ان انت ما لقيتيش شغل او كذا، بس ده مش مبرر ان هو ينضم للجماعات الارهابيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير طبعا بس كان دائما يسعى للافضل، صح. فانت لابد ان انت تسعى، فانت ما حققتش اصلا الدين بتاعك صح، تمام؟ عشان تسعى، فالشباب بقى بيمل بدري، ف ما بيوصلش البحث عن العمل، ممكن اي جماعة مش تقتطف. الماديات بس اللي ممكن تخلي الواحد مثلا يلجأ، ممكن مثلا مشاكل تبقى مشاكل هي عاطفية. اسباب كثيرة يعني، هي اسباب كثيرة، بس هل الشخص اللي امامك مؤهل لذلك ولا لا؟ السبب يعني هو مؤهل لذلك؟ مؤهل لذلك، لان هو نشأ في اسرة ممكن غابت عنه فكريا، او في التربية، او في بس فكر معين عنده، او التربية الصحيحة، تمام؟ وان كنا مجتمع مسلم او مسيحي دولت برضو، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث بتاعه قال اوصيكم باهل الكتاب خير. ليه قال الكلمتين دول؟ قال لك لانهم اهل كتاب، ولانهم اخوال سيدنا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ حتى في الفكر، حتى في الدين المسيحي ممكن تلاقي انحراف، وفي الدين الاسلامي ممكن تلاقي انحراف، يعني ما فيش دين يخلو من الانحراف الاخلاقي لبعض الافراد اللي بتشط عن المجتمع وبتكون جماعات ارهابية. بس الأسرة برضو الأب والأم ليهم دور طبعا كبير طبعا بالنسبة ده عامل قوي للطفل. جدا، طبعا ده يعني احنا حاليا بنعاني منه. انت لو كنت معلمة او كنت في وظيفة معينة، بتلاقي زميل لك ممكن يتلفظ بشيء معين فيجرح حيائك، صح. او ممكن يفعل شيء معين، لانه هو جه من اسرة علمته واحد اتنين، يعني ممكن والده في البيت ويقول له والده قول والدته لصاحبي، خلوه ينشأ على ما هو علمه مبادئ عملي، هو علمه عملي قبل وقيم النظري، هو علمه عملي، اما يقول له صاحبي قول لصاحبي اللي على الباب ده، قول له بابا مش هنا، يبقى هو معينة. علمه الكذب عملي هنا، صح. وهو بقول له لا ما تكذبش، طب ما انت علمته عملي وهو صح. مش حاسس بكده. ما هو ديت من سبب الاختلال في الفكر عند الشباب برضو، وان كان الصفة ديت بالذات اللي هي الكذب بالذات، الكذب ضعف، والضعف جبن، والجبن هلاك. يعني الأب مثلا يقول لابنه ما تكذبش، وهو أصلا بي بي بيعوده مثلا على يعني في البيت مثلا يقول له مثلا ما تكذبش أو كده، قول لفلان كذا، قول او لفلان كذا، وهو نفسه بيخلي ابنه ينشأ على هو الكذب هو من غير ما الدل يحس هو يعني. نصحه نظريا، بس عمليا نفذ على ارض الواقع الكذب، فده بيؤدي خلال فكري يعني. الطفل بيقف كده يفكر، لانه بخزن في المرحله اللي قلت لك عليها، يعني من 10 سنين وطالع كده وبيبدا يجمع المعلومات. لو كان ابوه وكان ابوهما صالحا، يعني هو لو ابوه صالح اكيد هتلاقي الزرع صالح، صح مستحيل الانحراف، صح تمام؟ او هتلاقيه بقى فات ما يكون مريض نفسيا، هنا ممكن ينحرف، يعني يعني عنده لو مريض انفصام نفسيا، شخصيه، ما تمام؟ مفيش الاهل عقل بقى، اشتغل عقل هنا، ملهمش اي ملهمش ذنب هنا بقى.
اما تيجي تتكلميني عن مهندس او دكتور انضم لجماعه ارهابيه او غيرها، تمام، واعتقد ان دم ده حلال، لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حرم، قال لك لا تهدم الكعبه، طوبه طوبه خير عند الله من ان يراكوا دم مؤمن بغير وجه حق، تمام. فحتى لو غير ديانه، لو على غير الديانه بتاعتك، لا يجوز له القتل، ما يجوز لك ان انت تقتليه او فعلا تتعدي عليه، هما فاهمين تمام. الدين غلط. لا، هو ما احنا من ناشد علماء الازهر ومن ناشد الدوله عموما وقائد الدوله العظيم اللي هو يعني بيعمل حاجات جميله جدا ممكن الناس مش واعياها للمستقبل، ان هم يصححوا الفكر الاسلامي اللي موجود في المجلدات القديمه اللي موجوده في كتب الازهر الشريف، بتدرس حاليا للشباب في الازهر الشريف. طب وهل المشاكل العاطفية برضو ممكن تخلي الشاب يلجأ لطريق غلط؟ طبعا انت ازاي؟ اللي بحب شخص بيأسره، تمام، تعصي الحبيب وانت تزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، ان كان حبك صادقا لا اطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. فالحب انت لما بتحبي شخص، لو حبيتي والدتك انت بتطيعيها، لو حبيتي والدك انت بتطيعيه، لو حبيتي شخص معين ممكن تطيعيه في اشياء كثيره، وممكن يخش لك من الناحيه دي، الناحية العاطفية، ان هو ممكن شخص يعمل غسيل مخ من لشخص الناحية تحت العاطفية، ما انا قلت لك مسمى ممكن الحب. يستخدم المال، وممكن يستخدم النساء، وممكن يستخدم حاجات كتيرة، ما دي كلها شهوات، فعلا تمام، فعلا. ممكن يؤدي به للانحراف هنا، لان هو اثره عاطفيا، لان لغة القلب اقوى من لغة العقل، اللي انت بتشوفيه بقلبك ده اقوى، اقوى من العقل بكثير يعني. بس يعني يعني طب ايه مثلا ايه الحاجات اللي ممكن احنا نعالج الموضوع ده كله ازاي؟ أولا على الدولة، على الدولة إن هي تنظم مسيرات أو تنظم برامج معينة تبثها بفكر صحيح بانتقاء النصوص المتداولة في أيدي الشباب في المكاتب العامة. ثانيا على الأب والأم والأسرة عمومة إن هو يجلس مع أبنائه ولو يوم أو في ساعة في اليوم، إن يديهم هو وقت. يديهم محاضرة أخلاقية، تمام، لأن الدين إحنا في أزمة أخلاقية، فعلا. لأن إحنا لو حسنا الأخلاق هيتحسن كل شيء. أنت بتلاقي الرشاوي، بتلاقي الكذب، بتلاقي الخيانة، بتلاقي النفاق، الغش، ده كله بيندرج تحت كلمة أخلاق. يعني أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما يربي في الصحابة، بيربيهم على الأخلاق. فلقيت عمر الفاروق ما جاش زيه في العصور، فلقيت خالد بن الوليد قائد قوي، فلقيت كذا وكذا وكذا. زي الجيش، الجيش بيربي جنوده بتاعته على الاخلاق الاول، ولذلك ده سر نجاحه، سر نجاح الجيش المصري في كده، ان هو بيربي الاخلاق في الجندي، يقول له التزم بكذا وكذا وكذا، فلما يلتزم بال5 حاجات اللي هو قال له عليهم دول بينجح، فما يتراجعش في معركه، ما يكذبش على زميله، ما يخونش، ما كذا. هو علمه الشجاعة، علمه الصدق، علمه عدم النفاق، علمه التضحية، بس في الحق مش في الباطل. وبصراحة احنا بقينا بنشوف حاجات، اسهل حاجة الايام دي البلطجة، اسهل حاجة ان انت تتعدى على حق الغير، بقينا بنشوف حاجات غريبة بصراحة. يعني هو أولا احنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث خطير جدا لما توقف عليه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في صحيح البخاري يعني، بيقول من اقتطع حق امرئ مسلم بغير وجه حق حرمت عليه الجنة. قيل وإن شيء يسير يا رسول الله؟ قال وإن قضيب من إراك، قطعة صغيرة من سواك تحرم عليك الجنة. الناس نسيت نفسها، بس يعني نسيت إن في رب، نسيت إن في دين، نسيت الأخلاق بتاعتها، فتعدت على الغير. كل واحد له حريته الشخصية، أنت مش هتحجب علي، او انت مش سلطان او ذو سلطان حتى تحكم عليا ان انا، وان زي في ناس تقول لك انت في النار، وواحد يقول لك انت في الجنه، لا، مين انت اصلا؟ ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي، مين اللي بيقول بيتألى عليا، مين اللي هو بيحكم في ملكي يعني. فهي يعني دعوا الناس في احوالهم وكفاكم بانفسكم، كل واحد يلتزم نفسه،
اصلح نفسك اولا ثم سيصلح المجتمع. صح. الناس دلوقتي كله بفكر في يعني في بيجيب سيرة غيره، وهو اصلا ممكن يبقى كله عيوب، ويروح مثلا يقعد يتكلم على غيره ويجيب صحيح سيرة غيره ويتعدى على حق غيره، وهو اصلا يعني المفروض ان هو يبص لنفسه، يبدأ يصلح من نفسه، بعد كده يفكر ان هو مثلا يجيب سيرة غيره. صحيح، أنا معاكي في الكلام ده، والكلام ديت هو اللي منتشر حاليا، فعلا. يعني انتشر. احنا اتأخرنا فكريا، تمام؟ يعني احنا بنقول احنا مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب طب حضرتك انت تنصح الابهات والعائلات، وطبعا الاب والام ليهم داعي كبير أكيد جدا طبعا. ان هم في قيم ومبادئ واحترام، ان يطلعوا الطفل محترم وعنده مبادئ وقيم ما يتعداش على حقوق الغير. تنصح الاب، كل اب وكل ام في كل بيت من شعب مصر، تنصحهم بايه لكي مثلا اولادهم او اولادنا ينشأوا على مبادئ وقيم واحترام؟ ايه النصائح اللي انت انا ممكن تقدمها لكل بيت او كل ام واب؟ بنقول للاسره مثلا، بنقول للاب والام خاصه، بنقول لهم اجلسوا مع اولادكم، تقربوا منهم، تحدثوا معهم، عرفوا مشاكلهم، عرفوا مشكلته حتى لو عاطفيه، ما تخليش يفكر من وراك، ما تخليش ان هو يصاحب شخص مجهول ربما يؤدي به لانحراف فكري فيبقى ارهابي بعد كده يبص حتى لأولادهم الاسره. يشوف ابنه مصاحب مين، ابنه ماشي مع مين، ويتابعوا ويتابع ابنه. حتى في الهاتف بتاعه. انت كأب في عصر يعني اللي احنا فيه ده، المفروض تتابع كل حركة وكل إشارة من ابنك، وتابعه يعني، تحدث معه. الآباء ما بيتحدثوش مع الأبناء في الزمن ده، ما بيتحدثوش معه، فأدى بهم إلى الانحراف. ممكن أي واحد يخش صاحبه و يعملوا سيطرة على أيوه مخه هي دي، لأن هو فعلا. عنده ألم في منطقة معينة، صح. فهو لعب له على، هو درسه كويس. ما هي الجماعات الإرهابية بتلعب ليه؟ هي مجندة ناس قاعدة في السوشيال ميديا بالظبط، إن هي بتلاقي حمدي، بتلاقي فلان، بتلاقيه داخل عنده ألم معين فبتلعب له عليه، فبتوصل له من الحتة دي وتذيبه لها، فيبقى إرهابي وقاتل وفاهم غلط. نورتني وشرفتني النهاردة أستاذ حمدي، حلقتنا خلصت ده الشرف وأنا لنا. اتشرفت بحضرتك النهاردة. يعني إن شاء الله يعني تنورني طبعا في حلقات تانية كتيرة، إن شاء والموضوع اللي الله. احنا اتكلمنا فيه النهاردة يعني أتمنى إن هو يعجب كل بيت، ويكون يعني كل بيت يلتقي، يعني يخلي أولاده ينشئوا على قيم ومبادئ كويسة ومحترمة. طبعا بقدم كل شكر وتقديري لحضرتك، ربنا بقدم يخليك. كل شكر وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال، وبقدم كل شكر وتقديري للسادة المشاهدين. انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. أشوفكم على خير.